والإعلام في فرنسا ويعيد تربية الكراغيلة ويعيد تربيتهم من جديد. القصف القصف، الإعلام الفرنسي يقصف ولا يبالي. صراحة أحسن إعلام كيعجبني في الكراغيلة والجراروة هو الإعلام الفرنسي، تيضرب بلا ما تحقر، ما كاين لا أخوة لا نلعن المستقبل لا شي حاجة، أما كاين غير العصا. الجريدة الفرنسية المشهورة لو كانا أونشيني، اللي بالمناسبة بين قوسين باش ما نخرجوش على الموضوع ديال اليوم، أنا لا أتفق مع الخط التحريري ديال هاد القناة الفرنسية، ولكن هاد المرة هادي أتفق معها مليون في المية، لأنها قالت كاع داكشي اللي كاين، عطات العصارة ديال العصارة وتلخيص ديال ما يقع في الجزائر، خاصة المازال الأخيرة ديال داكشي ديال الانتخابات الدحدوحية. وحنا غنشوفوا عاوتاني واش الجزائريين غيديروا ميا وكما العادة ويضربوا الطم ويضربوا النح، وغنشوفوا عاوتاني سبتهم ليا مراك وديك الأسطوانة ديالهم، ولا هاد المرة غيتجرؤوا على الأسياد ديالهم الفرنسيين وغيردوا عليهم. جريدة لو كان أونشيني كتبهدل النظام العسكري في الجزائر، كتفضحوا، وصفت كذبون بالدمية أو بالكراكوز. سبحان الله العظيم، قلت البارح كراكوز صافي، اليوم غير بطول الموضوع ديال الفيديو ديال البارح والعنوان وشنو تقالت في جريدة لو كان أونشيني، غيقول لك هذا اللوبي ديال المخزن هو اللي دفع هذه الجريدة هذه باش يهاجموا كذبون دمية، تكلموا على أرانب السباق. المهم حتى حنا قلنا أرانب السباق من شحال هذه، غيقولوا عاوتاني راه اللوبي المخزني هو اللي كيضغط على الإعلام الفرنسي، يعني المغرب كيتحكم فرنسا. المهم من هنا المستقبل حما يقدوش على فرنسا، غيبغيو ينقزوا على الأسياد ديالهم المغاربة، لأن مع الأسف مع الأسف الإعلام ديالنا ما فهمتش علاش ولكن ما تيبغيش يفضحهم. أنا ما تنقولش، أنا ما تنطلبش من الإعلام ديالنا أنه ينزل المستوى ديال الإعلام في الجزائر، لا ما تنقولش هادشي، ما تنطالبش بهادشي، بالعكس تنفرح أنهم مخلينو في بزاف مواضيع، ولكن من الإعلام الجزائري تيكذب والكذبة كتكون واضحة، فما يمكنش الإعلام المغربي ما يفضحوش، لا في هاد الحالة هادي خاصكم تفضحوا. أما يجركم المواضيع لا، أنا ما متفقش على هاد الموضوع هذا، خلي غير الناس ديال مواقع التواصل الاجتماعي قادين بالجزائر وفايتين الهكم لهي والهكم لهي كاع. ولكن ملي كتخرج وكالة الأنباء ديال الجزائر وكتكذب الإذاعة الجزائرية وكتكذب وكيديروا شي صور مفبركة ولا شي فيديو مفبرك ولا شي حاجة واضحة وباينة، فالإعلام ديالنا خاصهم يفضحهم. المهم معليش، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المرابط. حلقة اليوم نارية جدا، بغيتكم تبقاو فيها حتى الآخر. جريدة لو كان أونشيني الورقية المدفوعة الثمن دارت واحد المقال خطير جدا، مع الأسف دارته بالمقابل، كون دارته مجانا كان غيتشهر أكثر، ولكن معليش حنا نوصلو بطريقة غير مباشرة ومجانية. كنحاول نقرا لكم المقال بالزربة، أجزاء منه ما نقدرش ندير كل شيء، راكم عارفين حقوق الملكية، غندير أجزاء منه أهم الأجزاء اللي كتهم المغاربة واللي غتنشط المغاربة مزيان وغتهبط معنويات جراروة، وهذا هو الهدف ديالنا. لو كان أونشيني في بداية المقال ديالها قالت: في الجزائر عندما نتحدث عن الانتخابات الرئاسية فإننا نختار الكلمات بعناية، هناك الأرانب البرية وهناك الدمية وهناك المد والجزر. الأرانب البرية هم المرشحون الصغار الذين يوافقون خوض غمار الانتخابات ضد المرشح الكبير الذي عينه الجيش، والذين سيفوزون بالتأكيد مقابل مجهودهم المسلي وحرصهم المتعاطف على إضفاء مظهر ديمقراطي للنظام الجزائري، سيكون من حقهم الحصول على مقعد ديمقراطي والقليل من السكر والفتات والحلويات في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة. تم اختيار الأرانب، أحدهما إسلامي والآخر قبائلي علماني، وقد ساهموا في تسليط الضوء على الدمية عبد المجيد كدبون، هما قالوا الاسم الحقيقي ديال الرئيس المنتهية ولايته، وبحصوله على أكثر من 94 من الأصوات ابتهجت الصحافة الرسمية بصوت عال بهذه الموجة العارمة. كان كل شيء منظما بشكل جيد باستثناء أن 94% كانت عبارة عن قليل من الضحك. لذا قررت المحكمة الدستورية بحكمتها البالغة خفض هذه النتيجة قليلا إلى 84%. أما المشاركة التي قدرها أعداء الجزائر بأقل من 25% فقد أعلن أنها وصلت للضعف تقريبا. لنعود إلى الدمية كدبون. كدبون شخص رائع وهو دمية رائعة،
عندما يذهب إلى حفل التنصيب الرسمي يدخل دائما مع بعض الأشخاص بحماس، دائما ما يمسك المقص الذي يسلم له من طرف النظام بحماس، وذلك لقص الشريط. من الصحيح أن نقول أن من يحمل الشريط له أهمية، وإذا كان رئيس الأركان والقوات المسلحة يحضر جميع المقابلات التي يجريها الرئيس كدبون، يمكن أن يكون هذا الأمر ثقيلا نوعا ما، فكدبون لا يشعر بالوحدة بتاتا، وهذا يؤثر عليه. يحيط الزعيم كدبون السلطة بمودة منذ سنة 2019، وقد بذل كل ما في وسعه لتجديد عهدته من طرف النظام، فقد ضعف ميزانية الجيش سنة 2023، وأصدر نصا يسمح لجميع الضباط ذوي الرتب العالية بشغل مناصب في الإدارات أو الشركات العامة مع احتفاظهم بوظائفهم العسكرية. باختصار، وجدوا اللؤلؤة، كدبون لؤلؤة بالنسبة للنظام العسكري. من ناحية أخرى، بالنسبة للدبلوماسية، سيتعين على كدبون وحماته التخلي عن الحيل القديمة. إن خطابات العالم الثالث المغبرة والغامضة لم تعد كافية. تعمل مالي مع فاغنر وليبيا أيضا، وتحتفظ الجزائر الآن بعلاقات متوترة مع الاثنين. إن روسيا هي الحامي الأكبر للجزائر، وهي تقدم الأسلحة بالتأكيد، لكنها تعمل الآن على تطوير علاقاتها التجارية مع المغرب العدو اللدود. العمل هو العمل، أو بعبارة أخرى business is business. فقط مع الرئيس التونسي قيس سعيد المعزول تماما، الجزائر لها مع تونس علاقات قوية. بوب 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 خوزي العزاز، قنابل عنقودية، ممكنش. النوع ديال التعبير الصحفي ديال هذه الجريدة معروف، هو تعبير ساخر، يعني تيطنزو وتمرر الرسائل، وهو تعبير قوي جدا وصعيب بزاف على الكثير من الصحفيين. هذا المقال هذا بمثابة العصارة ديال داكشي كامل اللي وقع، وبطريقة هزلية، وسيزعزع المرادية وشعب الجزائر. من بعد ديك الصفعة ديال منع الشوكولات او الشيكولا اللي كانوا فرحانين بها، وفرنسا ما عطلاتهمش بالزربة من عاد لهم الشيكولا ديالهم، مع العلم على ان فرنسا كتبيع لهم الحليب، وفي نفس الوقت كتقول لهم هذاك الحليب اللي كنبيعوا لكم ميمكنش نستوردوه حنايا في فرنسا لانه ما مزيانش. يعني فرنسا كتقول لهم حنا كنبيعوا لكم الحليب ما مزيانش، ومازال مستمرين في الجزائر على استيراد الحليب، الحبوب، الخضر، الفواكه من الموانئ الفرنسيه. في الاول ديال المقال قالوا لهم الارانب، الارانب اللي معروفين، عزلوا جوج ديال الارانب باش يجريو شويه بالسباق وينسحبوا. والفضيحه هو انه كذبون من بعد مربح ومن بعد التنصيب ديالو الرسمي، استقبل هذوك الارنبين وتضحكوا وناشطين وفرحانين، يعني بحال راه صافي الفيلم نجح والمسرحيه سهلات، وبصباح حلف مو في الفنيدق والمغرب والمروك وسبتهم ليليا والصخره الغربيه والمروك المروك المروك الاسطوانه ديالها، وما فهمش باش منفوخه وكيفاش ملعوبه، حاضي غير المغرب. من بعد الارانب اللي كانوا مفضوحين لانهم ما عمرهم قالوا ولو جمله واحده كينتقدوا فيها المترشح كدبون في الانتخابات الرئاسيه، وهاد القضية دي مستحيل تكون في شي سباق انتخاب، يعني السباق المفهوم ديالو انه شي غيبغي يطيح شي وكل واحد يبغي يربح. هما دوك الارنبين كانوا ظريفين لدرجة انهم معمرهم انتقدوا حتى شي زبلة دار كدبون من 2019. من بعد دخلوا القاصح ووصفوا في المقال كدبون بالكراكوز او بالدمية، المعنى ديالو بانه هو مجرد رهينة عند النظام العسكري في الجزائر. يعني لو كان غونشيني كتأكد الكلام ديال ايمانويل ماكرون اللي قال بان كدبون رهينة عند هذا النظام العسكري. النظام العسكري اللي بالمناسبه قالوا في المقال بانه غادي يعطي شويه السكر والحلويات، يعني تفاتف لهذوك الارنبين، غيستافدوا من ميزانيه لدعم الاحزاب ديالهم، ربما تلقى شي واحد فيهم وزير ولا بجوج وزراء في الحكومه المقبله. المهم غادي يعطيهم التفاتف، حيت لعبوا الدور بطريقه اكثر من رائعه. ما عمرش شي اراني بريه ما تيجريوش في السباق كيربحهم الفكرون اللي كان ضدهم اللي كيدعموا النظام العسكري في الجزائر. هما راه ارانب بالنسبه لكدبون، وممكن يربحوه وممكن يحرجوه، ولكن لعبوا دور السلحفات ماشي دور الارانب. طنزوا ايضا على الاعلام الرسمي في الجزائر والخاص اللي كان فرح بداك المد الكبير ديال 94%، ديك الموجه الكبيره ديال 94% لصالح عبد المجيد كدبون، ولكن من بعد الاحراج العالمي اللي وقعوا فيه، لوك انا غونشيني قالت لك بانه المحكمه الدستوريه ببلاغه وهي كتنزع عليهم
هبطات شوية ل 84%. وبطريقة الطنز العكري مرة أخرى قال لهم بأنه أعداء الجزائر اللي معروفين، أعداء الجزائر تقولوا بأن الانتخابات كانت أقل من 25%. وهنا مني قال أعداء الجزائر في المقال راه تكلم على المغاربة وتكلم أيضا على الفرنسيين والإعلام الفرنسي اللي قال بأنه أقل من 25% ما كيناش، و 25% بزاف كاع، ما كاملاش واحد 13-14% المقربون فقط والتكانات العسكرية هما اللي صوتوا. القاصح عاوتاني كيجي فاش كيتكلموا على الدمية كذبون وكيفاش أن شنقريحة لاصق فيه، فيما مشى لاصق فيه، دار أي حاجة أي نشاط لاصق فيه، حتى في هذوك اللقاءات اللي كيكونوا عبر الانترنت عبر سكايب فاش كيشارك كذبون ضروري غتلقى شنقريحة هو اللي شاد الكاميرا هو اللي كيصور، فيما مشى كذبون كيكون مع شنقريحة. حتى في حفل ديال التنصيب ديالو كذبون فاش أدى القسم ديالو داروا لي شنقريحة قدامه في الصف الأول باش ما يفكر له وكلاك شنقريحة أمامكم والجنود ديال العسكر وراءك يكذبون درتي هكا هكا يصفيو عليك ويديروا لك الاغتيال كيف ما داروا المرحوم بوضياف. كذبون باش يجامل العسكر ضعف اليوم الميزانية حسب المقال، وأيضا بدل الدستور وخلى الناس اللي عندهم رتب عسكرية عالية يقدروا يخدموا في الإدارات، يعني أعطاهم أكثر من داكشي اللي كيتمنوا. راه قالوا لي في المقال بأن كذبون بالنسبة لشنقريحة والعسكر والنظام العسكري هو لؤلؤة، صراحة هو لؤلؤة عند العسكر وأيضا لؤلؤة عند المغاربة. شوفوا دابا غير العهدة الثانية باقي ما كملتها يومين ولا ثلاث أيام، شوفوا كيفاش داخل سخون. وسلاوة بالعلاقات الدولية، قالوا لهم داكشي ديال هذيك السياسة الغابرة والغامضة ديال الجزائر المنتصرة ونحن مستهدفون والصصاينة والمخزن وبيغاسوس والأرنبات وداكشي، قالوا لهم راه ما بقاش خدام، راه غير كافي. أما الدبلوماسية الخارجية فقالوا لهم أنتم في مأزق، أنتم في عزلة، مشاكل مع حفتر وليبيا، فاغنر في ليبيا، فاغنر في مالي، مشاكل مع مالي، ايضا مشاكل مع النيجر، واخا هذيك الرشوه راه باقيين كاينين المشاكل. بطبيعه الحال المغرب هذيك حدث ولا حرج، بقى لهم غير مسكين قيسوس الرئيس المنتخب في تونس والرئيس اللي كيقلب على اعاده الانتخاب ديالو، وهو راه حتى هو بحال كذبون. 25 منافس ديال قيسوس من المترشحين تونسا دخلهم قيسوس للسجن بتهم ملفقه، وحتى هو على خطى كذبون دار لهم ارنبين ديال السباق وغادي يربح. وحنا شنا بعض المظاهرات ولكن مازال ما تطوراتش القضيه، وهاد الساعه حنا شنا بانه العلاقه بدات كترجع بين المغرب وتونس، فما غنركزوش بزاف على تونس. ولكن لو كان غونشيني ضربات كذبون ودرت مقال ايضا على قيس سعيد ما غنتكلمش عليه في اطار نخليه السيناس البوريطه خدام على شغله، وتبعدا الى جرار وادي وفضيحه هذه جرار ومشاكل والحقره يا اخو، ويلا ردوها على الفرنسيس اذا استطعتم. شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم المستمر للقناة، نكتفي بهذا القصف. كان معكم المخزني والعياشي حاتم المرابط، السلام عليكم.